by steps. لما انا لاحظت دخلنا وعملنا بصيت على الجاليري ووك لقيت ان في ناس ملخبطه بين حاجتين الاجراءات او الروتس والخطوات بتاعه الروتس. يعني ايه الاجراءات او الروتس؟ يعني في الاجراءات او الروتس القواعد بتاعتي العامه اللي انا باخدها في الكلاس، وفي البروسيجرز الايه الخطوات اللي انا عايزه اللي انا متوقعه او محتاجه الطالب ينفذها علشان يوصل لمين؟ للروتس، لا للقواعد. فندي مثلا فور اكزامبل، لو انا عايزه دخول التويلت، الطفل هيتصرف ازاي لما يحب يروح فين؟ الحمام. انا كمدرسه عايزاه يعمل ايه؟ ايه الخطوات؟ هيعمل ايه؟ يبقى القاعده عندي مين؟ دخول الحمام. البروسيجرز خطوات دخول الحمام. فهتصرف ازاي؟ يا ترى محتاجه الطالب يوصل مكانه، يمشي ياخد التاج او الشجره ويفتح الباب ويمشي. ويفتح الباب ازاي؟ يفتح الباب كده انا ما حدش يتكلم فيه. انا عايزه كده ولا عايزاه؟ ده تفكيري وانا بحط الاجراءات. ولا عايزاه ولا يستأذن ازاي؟ أول حاجة يرفع إيده، مثلا يرفع إيده، نعم هيستأذن يقول أنا عايز أروح الحمام. بعدين خطوة اتنين يلبس إشارة، هيفتح الباب بالراحة وهيخرج ويتأكد إن الباب مفتوح قبل وراه، يجي خطوة خطوة واحدة يقفل الباب ويعلق الإشارة ويمشي لغاية الباب. هي دي اسمها الخطوات أو البروسيجرز. معايا في الحتة دي؟ يعني اما البروسيجرز مش معناها ان انا احكي له قصه عشان اعزز دخول الحمام. فاهم قصدي؟ فاهميني في الحته دي ولا لا؟ ايوه. ده اللي انا لاحظته لما بصيت على اثنين او ثلاثه من الجاليري اللي انتوا عملتوه في الشارتس اللي بتاعنا. خلاص؟ انا اللي اديته لكم ده مثال. انتوا بقى اتس اب تو يو، انتوا كمدرسين في الكلاس حسب عدد الكلاس عامل ازاي، حسب حضرتك عايزه الاجراءات دي تتمثل ازاي. مش فارق معاك ان هو يقفل الباب وراه، مش فارق ان عايزاه مثلا يجي يوشوشك في ودانك على الحمام، عايزاه ياخد الاشاره ويخرج على طول وانا عارفه ده اخدها خلاص، انا فهمت بيني وبينك ان انت خلاص رايح التويلت. هي ده النقطه. رايح؟ خلاص كلنا فاهمين دلوقتي الفرق بين الاثنين. ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. هو حضرتك كنت عايزه الخطوات اللي هو هيعملها مش الخطوات اللي احنا هننفذ بيها القاعده؟ لا احنا بنحب عشان كده دايما يا جماعه لما تدوا لما يبقى في كلام، لو مثلا في اكتيفيتي او نشاط انا اي مدرب او اي مدرس او اي حد بيطلبه من الطالب، اتاكدوا متاكد ان الطالب ده بيبص لك وسمع وما بيعملش اي حاجه لغايه لما تقولي له اتفضل اشتغل. زي مثلا ما حصل معانا النهارده، في ناس وانا بشرح كانوا بتكتب او ما كانتش مركزه او بترغي او بتبص في ساعه عايزه تمشي او اي حاجه من دي. فعشان كده الاكتيفيتي اتعمل ايه؟ مش صح. اوكي؟ انا ما قلتش مكن، بس في انا بصيت على اثنين بس. اورايت؟ طيب ودايما لما نيجي ندي نقد بناء قلنا، ويكون بناء يعني اكتب مثلا اقول ما استفيد منه، ما اقولش ايه عجبني. طب عجبني ليه؟ عجبني عشان نمره خطوه نمره اثنين دي فعلا خطوه ممتازه وهتفيد الطالب مثلا، لكن عجبني برافو. لا تبع عشان السبب، تبع السبب. خلاص؟ وير جود؟ نعم. لا هو بس المقصود من القصه هي القصه عن النظام. القصة بتشرح هو منظم ازاي جوه الفصل، يعني خطواته عامله ازاي. تمام؟ بس عشان ما كانش في مساحه ان احنا نكتب. انما انا مش هروح احكي له قصه على الدبليو سي بس. ده هو على النظام بصفه عامه جوه الكلاس. طيب تمام؟ هو بيتصرف ازاي؟ خلاص اوكي معاك. اجان برضو في قواعد لعمل النشاط. انا في عمل النشاط طلبت منكم ايه؟ ان احنا لازم نكتب القاعده. نمره اثنين الاستراتيجيه اللي هيتعمل بيها القاعده. نمره ثلاثه الخطوات. ليه نكتب الخطوات؟ عشان انا او غيري لما يبص عليها وما تلاقي اسمها الجاليري واقف، عشان لما ادخل افهم المكتوب كده افهم، ما اضطرش اجي اسالك فيه. Alright؟ Good؟ We're good so far؟ Yes؟ طيب، let's بقى نبتدي في الايه؟ في الستودنت سنتر بلان. يعني ايه كلمه ستودنت سنتر بلان؟
تعالي متمركز. تعالي متمركز. أيوة برافو. إحنا النهاردة هنتكلم دلوقتي على الإيه، على التعلم المتمركز حول الطالب. ثواني أطلع البتاع بتاعتي. طيب عبالة ما أطلع دي، أنا عايزاكم دلوقتي هنعمل إيه؟ إيه الرود ماب أو ال اسمها إيه؟ الأوبجيكتيفز أو الأهداف اللي هنستفيد بيها اللي هنعملها في السيشن دي. قلنا قبل كده ليه لازم أقول الأهداف في الكلاس؟ ليه؟ عشان أعرف أنا أشتغل عليها. بناءً عليها. عشان الطالب عشان الطفل ما يبقاش قلقان. يبقى عارف هو هيعمل إيه. بالظبط. لازم، دي مهم جدا. النهارده أنا هدرس 1 2 3. أورايت؟ طيب إحنا هنعمل إيه النهارده؟ هندرس أو هنتعلم نعرف يعني ايه student centered learning اللي هي مركز تعلم المتمركز حول الطفل. وهنعرف SCL versus TCL. ايه ال SCL؟ ال SCL دي جاي من كلمه student، التعليم المتمركز حول الطالب، ومضاد ليه التعليم المتمركز حول مين؟ المعلم. وهنعرف دور المعلم في الاثنين، بس اكتر اللي هنركز عليه اكتر في الايه؟ طالب. في الطالب. طيب انتوا شايفين كويس هنا؟ بصوا على الصوره دي كده، بصوا على الصوره ونحاول تريفلكت. هنا المدرس ده بيقول ايه؟ I expect you all to be independent, innovative, critical thinkers who will do exactly as I said. متوقع منكم كلكم ان انتوا تبقوا متفهمين هتبقوا اندبندنت يعني معتمدين على نفسكم، وانوفيتيف يعني ايه عندكم تفكير ابتكار، عندكم ابتكار، وتكونوا كريتيكال ثينكرز يعني ايه افكار مبتكره. ده مدرس دخل قال كده للولاد، بصوا على وش الولاد وهو بيقول كده. طيب ممكن جدا الولاد المدخل لهم المدرس عامل كده بالظبط. I expect you all to be innovative, critical thinkers, independent, and blah 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 blah. ايه رايكم في الكلام ده؟ ريفلكت يعني. انتوا ايه رايكم؟ ما فيش اسئله. رد فعل ده ردوا فعل ده هيبقى عامل ازاي بالنسبه للولاد؟ مفيش استجابه. مفيش تفاعل برضه. عشان الطريقه اللي عرضها مفيش تفاعل. مفيش تفاعل. المعلم مش مؤثر فيه. مفيش تواصل اصلا بين مفيش اي تواصل. مفيش اي تواصل. مفيش لازمه لنا. طيب هنا لو بصينا الكلاس ده او الفصل ده متمركز حول مين؟ مين المعلم؟ مين اللي بيدي اوردرز؟ المعلم. Alright. Let's reflect on both slides. انتوا شايفين السلايد دي كويس؟ كده احسن؟ طيب بصوا على الصورتين كده وحاولوا تقولوا لي ايه الفرق بين الصورتين؟ ممكن بليز قبل ما نتكلم نفكر وبعد كده الثانية مش شايفاها حاولي ترش بقى. ياسمين زينة اتفضلي. الصورة اللي على اليمين التعلم المعلم ده ليه لأنهم عمال يشرح لهم مفيش فعل أو ورد فعل للمجال. الثانية بقى أنا بدي للأطفال وسائل وأنشطة وببدأ أتابعهم في استجابتهم للنشاط ده، فكده ده تعلم متمركز حول الطفل نفسه. برافو. حد عنده رأي تاني؟ اتفضلي يا أستاذ. هنا التعلم في الصورة اللي فيها تيتشرز الطريقة بتاعته اللي هي قام على الإلقاء التلقين، وبعدين الأطفال مش بتشارك معاه. في الصورة الثانية هو اداهم الأوامر وطلب منهم الحاجات وسابهم هم يشاركوا بإيديهم ويطلعوا يشتغلوا. أكيد هو في الصورة دي حاطط عينه عليهم وشايفهم بيتابعهم. يس. في الصورة الأولانية، في الصورة الأولانية اللي هنا لا اللي هي دي اللي هنا اللي يعتبر الطفل هو محور العملية التعليمية، المعلم بس دوره ان هو متابع وملاحظ ليهم، لكن في الصورة الثانية عكس كده خالص، هو ملقن، المعلم ملقن ليهم ودوره بس ملقن، وديكم قاعدين مفيش ما بيستفادوش. برضه عايزين نصوتها
شكرا. بصوا للصوره دي، انتوا هنا شايفين المدرس واضح وبارز كده، واضح لكن هنا المدرس يا جماعه اتفضلي يا تعلم التعاون هو الوسائل اللي مع الاطفال، هو هنا تعلموا عن طريق الايه؟ فدي اكتر وسيله بتوصل المعلومه للطفل. بالظبط. يعني ليه مجموعات كمان؟ هو بس بيلاحظ ان هي قدام، غير المعلم ده ان هو ملاحظ بس الاطفال فيديو عرض كده. هنا زي ما قلنا المدرس باين واضح واقف قدام البورد وعمال يشرح يشرح حد ايه، هو واقف عمال يشرح يشرح يشرح. ولو بصينا هنا على الولاد او الطلبه في الكلاس، كل واحد ايه ماسك حاجه في ايديه، مش لا هنا دي ماسك كده او شيت، بس هي شكلها كده او بورد وعليها حاجه مش وسيله، مش وسيله، وكلهم حاجه واحده واحده حاجه واحده. بصينا بقى زي ما بتاع الصبوره دي شاشه عرض، يعني تعرف لهم حاجه تانيه. اه الصوره التانيه. اه حضرتك بتتكلمي على دي؟ اه ماده تعليميه مثلا وهم بيتفرجوا عليها وبعد كده بناء على ماده تعليميه. بس هنا هنا هم في ثلاثه بوردز، هي هنا حاطه اللي هي السمارت بورد اللي هي سمارت بورد ايه؟ صبوره ذكيه. فدي بس زي صبوره بيتحط عليها ممكن الماتيريال تعليميه مادة علمية تشرح، ممكن الأولاد يجوا يرسموا حاجة كده عليها بإيديهم، ممكن عليها برنامج فيديوز أكتيفيتيز كده. وهنا واقف بلاك بورد أو واقف جرين بورد، سبورة عادية خالص زي ما بس احنا لو في مشترية كمان في برنامج بليز نورمز، كل واحد يتكلم في وقت معين. هنا لو بصينا هنا هتلاقي كل واحد بيعمل، كل جروب بيعمل حاجة، حاجة مختلفة. بس يا ترى الحاجة المختلفة دي محطوطة في اوبجيكتيف معين اندر يعني واحد يعني وان امبريلا كده، وهتعلم منها كذا حاجة. يعني هحط مثلا النهارده هتعلم حرف الاع وحطت بقى تحتيها في السنتر ده هيعملوا كذا، في الركن ده هيعملوا كذا ريليتد للايه؟ للاع، تعلمهم الاع. في الركن ده هحط مثلا كذا ريليتد لمين؟ لحرف الاي، يعني الاي وهكذا. لكن هنا في الصوره الاولانيه او دي المدرس بيشرح بطريقه عرض واحده. اوكي اني في رايكم انتوا اني طرق طريقه افكتيف اكتر في رايكم ايه؟ الثانيه يس تفضلي حضرتك الثانيه اللي هي دي ولا دي؟ شمال دي دي شايفاها انها افكتيف اكتر. اكتيفيتي او نشاط، احنا دلوقتي وانتم قاعدين كده في جروب اوكي هتعملوا ايه؟ هنكتب اي كلمه تيجي على بالكم ليها علاقه، هنعمل معاها هديكم ورق، والورق ده هنقسمه اثنين، هو الورق الكبير ده اوكي، وهنقسمه اثنين برضو، وهنكتب هنا اهو write with your group one to two words that come to your mind for student learning center and another one to two words that come to your mind for teacher learner center individually 3 minutes. لا دي individually، يعني كل واحد لوحده لمده 3 دقائق هياخد ورقه زي دي. هنعمل ايه؟ بليز نركز في الايه؟ في ال في الايه؟ في النشاط. في النشاط اللي انا هطلبه منكم دلوقتي وخطوات النشاط اللي هي البروسيجرز. هنعمل ايه؟ هنكتب ورقه كده، ممكن حتى في الورق اللي معاكم انتوا نكتب من فوق التعليم التعاملين متمركز حول الطفل، والناحية الثانية التعليم المتمركز حول المعلم. وأي أكشن ويرد أو أي كلمة تيجي بصوا أنتوا بتكتبوا وأنا بتكلم، عشان كده ما فهمتوش المرة اللي فاتت. المفروض لما المدرس يكون بيشرح حاجة كله يبقى مركز معاه عشان ما نقعدش نشرح كذا مرة عشان أكتيفيتي تعمل. أي كلمة تيجي على بالك خاصة مثلا التعليم المتمركز حول الطفل يبقى ايه؟ يكون مثلا ايه؟ engaging اللي هو في طاقه مثلا مترابط، نكتب فعال، صفه اي صفه من صفات تيجي على بالك لما تسمعي كلمه التركيبه التعليم المتمركز حول الطالب. واي كلمه تيجي على بالك لما تتكلمي او تفكري فيها التعليم المتمركز حول المعلم. اوكي لوحدكم اندبندنتلي قدامكم 3 دقايق. انا مش هدي ورق، انت معاك ورق، احنا هنعمل لا كل ورق لوحده. هنسد تايمر وهديكم 3 دقايق. صفه مش خالص
يعني نقعد مع بعض كده ونفكر ونجمع افكار. نبص انا كتبت ايه, نتناقش في الحاجات ونبتدي نكتب. هنعمل حاجه اسمها تي شارت. يعني ايه تي شارت؟ يعني هنقسم الورقه كده زي ما هي مقسومه, وهنا هكتب التعليم, هكتب وهنا بالظبط كده. وممكن اكتب بس واكتب بقى الصفات تحتيه. لو انا الصفات, شوفوا ايه الصفات اللي انتوا قررتوها كتير وتناقشوا فيها, واللي انتوا شايفينها صح نكتبها. لو مع حد بعمل حاجه مثلا ان انتوا كلكم مش مقتنعين بيها, ما اعرفش اقول ايه, لا طبعا ده غلط ان انت بتقولي كذا كذا. فاكرين اللي هو كونستراكتيف كريتيسيزم؟ مش حاجه غلط, دي برضه مش حاجه اسمها غلط, صح؟ نورمز. في حاجه اسمها صح وغلط, في ان انا نبقى في نقد بناء, اوكي, وان احنا جروب ورك. مفيش حاجه اسمها انا صح وانت غلط. انا متفسر يا جماعه دي هو بجد. فهمنا هنعمل ايه هنا عشان انتوا كنتوا بتتكلموا انا مش فاهمه انتوا بتعملوا ايه. احنا دي هديكوا فيها ثلاث دقايق هي طالما كتبتي محور يبقى كده الطالب مهم. ماشي.
احنا هنكتب المعلم الاول بعدين ناخد الطالب عشان نكتب الجزئيه بتاعته. ولو حد قال حاجه اتكرر
معايا؟ اوكي يلا شيماء صح؟ لا سهام. سهام يلا سهام. اول حاجه احنا هنبدا بتعلم التمركز حول الطفل. اول حاجه قلنا المشاركه الفعاله، الاثاره والدافعيه، الثقه بالنفس، يكون فعال وايجابي وجذاب، ويتقبل الراي الاخر، يتحمل المسؤوليه ويساعد على الاستكشاف، ويستخدم اكثر من استراتيجيه ويراعي الفروق الفرديه. يعني المدرس استخدم المتمركز حول الطفل. لا نورس بليز نورس. ده معلم بيتكلم عن ايوه صح. تمام. تمركز حول الطفل. طيب حاليا يا سهام اتكلمي عن التعليم المتمركز حول الطفل صح؟ طب بتقولي الجزء ده لو المدرس عمل كده او البيئه اللي هو موجود فيها دي الصفات اللي هيخلقها في الطفل مظبوط؟ اه اه حلوة. التعليم المتمركز حول المعلم اتفقتوا على ايه از جروب؟ هو بيبقى اول حاجه بيبقى بي يعني بيبقى ملق، يعني دايما اللي هو الطريقه البدائيه هي التلقين دايما. ايه ملق؟ اوكي. ويصدر دايما الاوامر. مين بقى اللي بيصدر الاوامر؟ المعلم. ودايما غير جذاب لان هو بيستعمل استراتيجيه واحده بس. وطبعا مرهق للمعلم لان هو دايما على طول هو اللي بيتكلم، مفيش حد خالص بيتفاعل معاه. يعتمد على استراتيجيه او اثنين، يعني هو اللي هو مثلا سواء حوار او مناقشه او ان هو ان هو بس يتكلم او الملاحظه بس، يعني مش اكتر من كده. وطبعا ما بيلعبش الفروق الفرديه، طبعا في التعلم حول الطفل حتى لو انا عندي طفل منطوي وهحطه في مجموعه هيتعامل هيتفاعل فهراه كل الفروق اللي هو مثلا منطوي اللي هو الخجول اللي هو مثلا القائد. اما في اللي هو المتمركز حول المعلم طبعا ما بيلعبش الفروق الفرديه، هو ما بيشوفش، هو شايف، هو بيدي اللي عليه وما بيشوفش ده ايه او ده ايه. شكرا للجروب ده. This group بقى لو حضرتك بليز ما تقولوش حاجه هم قالوها قبل كده عشان الموضوع ايه. لا هو عموما نفس الكلام بس انا اسمعوني بقى. انا اسمعك انا سامعاك. يلا التعلم المتمركز حول الطفل. اولا هتكلم اول حاجه عن دور الطفل هنا، بيبقى هو قائد العمليه التعليميه، انما المتمركز حوالين المعلم بيبقى هو قائد العمليه التعليميه هنا المعلم. هتكلم عن دور كل واحد، دور الطفل في العمليه التعليميه اللي هو القائم على الطفل بيبقى دوره ايجابي وفعال، لكن هنا بيبقى دوره سلبي وكده. صفات هتكلم عن صفات التعليم هنا بيبقى جذاب وفعال ومشارك، لكن هنا بيبقى سلبي ومفيش افكار جديده وبيبقى تقليدي. الاستراتيجيه المعتمده في المتمركز في التعليم المتمركز حول الطفل بيبقى استراتيجيات كتيره ومتنوعه، منها التعلم التعاوني، التعلم الجماعي، العصف الذهني. لكن هنا الاستراتيجيه اللي بتستخدم في التعليم المتمركز حول المعلم بيبقى هي يعتبر استراتيجيه واحده بس اللي هو التلقين اللي هو اللي بيقوم به المعلم، وبالتالي ما فيش مراعاه للفروق الفرديه هنا. هنا الجروب ده في حد عايز يعلق او ولا هما قالوا كل حاجه؟ لا في نقطه واحده بس. اتفضلي حضرتك قولي النقطه دي. ان احنا هنا التعلم المتمركز حول الطفل ان هو بيشمل جميع الجوانب رضا الطفل المعرفي والداني اللي هو الليرنينج والتركيز. تسمع المعلم بيشمل جانب واحد بس للطفل اللي هو المعرفي. الجروب ده سافلهم بقى زي ما في اي حاجه زياده هتقولوها غير هما قالوهاش؟ هو نفس الكلام. طيب تعالوا احنا تقريبا انتوا قلتوا معظم اللي احنا هنتعلمه النهارده، بس احنا عايزين نعمل حاجات تطبيقات عمليه او نعمل حاجات براكتيكال او ازاي نطبق اللي حضراتكم بتقولوه ده من خلال اكتيفيتيز وحاجات كتير. طيب ايه هو وات از اس سي ال اس؟ يعني ستودنت سنترد ليرنينج. ايه ده اللي هو احنا اهم حاجه عايزاكم تفكروا فيها اللي هو تغيير المايند سيت. مايند سيت يعني ايه؟ تفكير. احنا مخنا از فوكس ومركز في حاجه واحده وما بشوفش غيرها. انا هعمل الطريقه دي مش هغيرها. لما يجي حد جديد يقول لي على فكره في طريقه احسن تعالى نغيرها انا مش فاهمه، هو جاي يقول لي غير الطريقه دي نجرب. ما احنا عملنا قبل كده وعايشين وفل الفل وما عندناش اي مشكله، ليه اجرب طريقه ثانيه؟ ده تفكيرنا يا جماعه، ده اللي احنا بنفكر فيه. الثقافه ثقافه
ثقافة التغيير. ثقافة التغيير دي مهمة جدا ثقافة. فاحنا خلينا نفكر النهارده ان احنا زي ما قلنا امبارح وكل يوم ان احنا محتاجين نغير المايند شيفت، ان احنا نغير بنشوفها باتجاه تاني او ثقافة التغيير. انا عايز اقول حاجة. وانا بجد كان نفسي يعني انا يعني دايما ملاحظين اللي هو الحاجات اللي هي زي مثلا الافلام زي الكرتون الحاجات اللي دايما محفوظه بالنسبه للطفل ما بتتنسيش، فدايما الحاجه دي هي مثلا متراه اكتر من حاسه عن الطفل دايما بتبقى يعني خلاص هي يعني الحاجه اتكررت مره واحده بيحفظها تثبت. فيعني بجد نفسنا الحاجه دي تبقى موجوده اكتر في التعليم، سواء على فكره كيجي سواء برايمر حتى سواء اي مرحله. هي اللي هو الماده التعليميه دي تتحول بالاسلوب ده زي ما صراحه بالاسلوب اللي هو باسلوب المسلسل باسلوب اللي هو العرض اللي هو بياخد اكتر من حاسه، يعني مثلا بعيد عن المدرس هو بس طبعا المدرسه طبعا فيه طبعا هيناقش في حاجات منه، بس الحاجه دي بتتعرض بالاسلوب ده بجد ما بينساش خالص من مره واحده. طيب يبقى احنا اتفقنا على الشيفت اوف مايند سيت، هنعمل ايه؟ فوكس ذا شيفت ذا فوكس انستركشن فروم ذا تيشر تو ذا بيبل. يعني انا هغير التعليمات بتاعتي مني انا انها تبقى نابعه من مين؟ الكلام ده قلناه امتى؟ الصبح لما وقلناه امتى؟ امبارح انها تبقى الكاست الديسيبلين جايه من ايه؟ عشان انا مش عايز ارمي حاجه على الارض لان انا بحب ان كلاس دايما مش عشان خاطر انا شايفه وعشان كده لازم نقول له السبب اللي هو فيه وبيعمل ايه بالظبط. هو شايفين ان كل حاجه ريليتد لبعض ازاي؟ لازم مرتبطه ببعض. هنا مثلا ديفلوبد ليرنر يبقى عنده اندبندنت او يبقى عنده اعتماد على ان هو يبقى عنده اندبندنت يعني ايه؟ اعتماد معتمد على نفسه معتمد على نفسه في كل حاجه متحمل مسؤوليه وهكذا. الستودنت سنتر ليرنينج زي ما سهام قالت بتخلي الولاد يبقى عندهم انترست او مبسوطين في الحاجه عايزين يعملوا الحاجه اللي هم بيعملوها دي. اذا النهارده هنتعلم مثلا الف وب بس هنتعلمها بطريقه ثانيه، ليس تدينا سنتر كده مثلا مثلثات او مش عارفه ايه ونلزقها ببعض عشان نلزق بالجلو المقص اللي هو اللزق المقص اللزق اللي انا عملت الف. هو دي احسن كده ان هو يعمل الف بالاسلوب ده ولا يقعد يكتب الف الف لا عمره ما ينساها فيشكلها وينمي يلونها رايت. وفي نفس الوقت ان الستودنت سنتر ليرنينج ده بيتاكلز او بيوجه للديفرنت ليرنينج ستايلز. يعني في ناس بتتعلم عن طريق النظر عن طريق السمع عن طريق الحواس. فالستودنت سنتر ده دايما بالنسبه للكيجيز اللي هو التعليم المتمركز حول الطالب بالنسبه لمرحله الكيجيز لو انتوا ركزتوا هتلاقوا ان انتوا بتستخدموا بتميتوا او النيدز يعني كذا لا لا يعني بتاكل او مش عارفه بتفضلوا طريقه معينه بتميت لان احنا انتوا هتلاقوا نفسكم كده من غير اي حاجه بتستخدموا الثلاث طرق التعليميه اللي هي الناس بتتعلم بيها يا اما بالنظر بصري حركي سمع النطق التعلم النطق التعلم. انتوا هتلاقوا نفسكم ككيجيز بتعملوا الكلام ده في الكلاس من غير ما تحسوا اساسا لان هو بقى الطفل تلاقيه الطفل ايه بتلاقيه اكتر طفل يحب يقعد على الحته المكعبات والحاجات دي كل شويه يروح على الحته دي ده حركي ده بيحب يعمل الاشياء الهندسيه ده ممكن بيحب يروح للحساب كورنر بتاع الحساب اسمه حساب صح؟ كورنر مثلا الفتاة تقول له ايه ده بيحب الارقام ده الولد ده بيحب الارقام ده مخه رياضي فهو نفسه بيروح للحاجات دي. اهم حاجه في الموضوع ده وانتوا قلتوها في الكلام ان التيتشر هتتحول من تيتشر لفاسيليتيتور. يعني ايه تيتشر؟ يعني من مدرس لايه؟ ميسر ويسر للعمليه التعليميه. انا بعلم الولاد بطريقه اندايركت واي او غير مباشره بعلمه بطريقه غير مباشره. بقول لحد مثلا بيقول لي ايه النهارده؟ بس انا على فكره انا بكتب الطالب على حاجه انا بدخل اقول له انت هتعمل الاكتيفيتي الفلاني واشرحه له بطريقه فلانيه وهي بتشرح لي بتقول لها لا حضرتك بتعمليه فعلا زي ما انت عايزه بس بتوجهي الطالب بطريقه غير مباشره بتحسسيه ان هو اللي طالب مش انا اللي اجبرته ان تعمل الاكتيفيتي ده وهي ما كانتش فاهمه الطريقه.
ايه ده صح انا اللي ما كبرتوش ده انا خليته هو اللي يعمل بطريقه ايه غير مباشره وهو منها بيعرف هو اتعلم ايه النهارده او عارف ايه النهارده يعني هو اللي بيحدد اسم الحاجه اللي هو اتعلمها يعني بالظبط تثبت معايا طيب الستودنت ليرنينج سنتر ده بيبقى هي اكتريته فلسفه مش ميثودولوجي مش طريقه تعليميه او منهجيه مش طريقه منهجيه هي ميثودولوجي زي ما هتبصوا للصور هنا الولاد قاعدين في الكولر ركن من الاركان هنا مثلا الولد ده بيعمل ماكس بيعمل انجليزي بيعمل هنا مثلا عنده ورد وزرع زرع ركن المركز العلمي احنا كمدرسين بنعمل ايه انا حلي هنا او دوري هنا مين هيقول لي انا مش هتكلم مين دوري ان انا ملاحظ قبل ما ابقى ملاحظ لا مرشد قبل ما ابقى مرشد اول حاجه انا شغلتي اعملها ايه اتفضل ان انا اعمل قدام التجربه الاول انا اعمل التجربه لا صح لا صح صح حريا ان هم يوفروا لي الطلبات دي او الحاجات اللي احنا هنزرع بيها ان هم زي ما انا عملت نفذ العمليه اللي انا عملتها دي او بس دي ويجرب ويستكشف يجرب ويستكشف انا كمدرسه مثلا بيجرب زي ما حضراتكم قلتوها بس تعالى نظبطها بسيكونس معين او بواحد بترتيب معين هنا بيقول لي create environment which will motivate children to discover new skills and knowledge. انا environment بعد البيئه ان انا اخلي الولاد يبقى عندهم discovery ان هم يكتشفوا يعتمدوا على نفس يروح مع طريقته انا بحب الطريقه وبديه ايه كده unconsciously كده بيروح لسكت معين ليه بيروح للمركز ده على طول عشان هو بيحب ده وهو بيتعلم عن الطريق ده بس هنا احنا كتيتشر لازم نوجهه ان هو يروح لايه؟ كورنر تاني او ركن تاني علشان يشتغل زي ما سماح قالت انا شغلتي اول حاجه بعد الاركان صح؟ بشوف الهدف بتاعي ايه؟ او الثيم بتاعي ايه؟ للفتره اللي انا هشتغل فيها دي وعد الاهداف اللي انا عايز الطالب يبقى ايه؟ صححوني لو انا بقول حاجه او ضيفوا لو انتوا بتعملوا حاجه زياده اللي طالب بيها بعد كده لازم احضر له الاركان دي اجهزهم انا جبت لكم النهارده حاجات هوريها لكم في الوقت بتاعها حاجات غير مكلفه بالمره هات لك ورق وقلم مش كبير بالظبط وممكن اطلب من الطفل نفسه اتكلم معاه على الانبات وبعد ما اتكلم على الانبات اقول لهم مين اللي يحب يزرع معانا مثلا اقول لهم مثلا ايا مس وكده اقول لهم ممكن واحنا جايين بكره اي علبه عندك فاضيه او مركز زبادي اي حاجه معاك فاضيه طبعا عندك اي حبوب اطلب على طبعا ده زي ما مش سماح هنا بتقول برضو ده انتوا ادرى بالبوبيوليشن بالكلاس بالمدرسه بتاعتكم انتوا ادرى تجمعوا كتير ازاي وتعملوا ايه بس انا مثلا بقول لكم هنا انا مهمتي او شغلتي كمدرسه ان انا اعمل ديسيبلين ان انا احضر له الادوات دي احضر الاركان في الحتت المناسبه ليها في الفصل يعني لو انا مثلا عايزه اعمل ركن للرسم والالوان ممكن احط ركن الالوان ورسمه ايه جنب الباب انت هتروح حمام في الكلاس جنب مثلا مش مشكله لو حمام جوه كلاس او بره كلاس ممكن احط الكورنر ده قريب عشان يروح يغسل ايده مش مثلا احطه في اخر الدنيا يعني هو ماشي كل ده معدي على المراكز اتفضل عدي على المراكز على المراكز الثانيه لغايه لما يروح ايه يغسل ايده هو مركز برضه بيبقى جنبه هو مركز ما ينفعش احط مركز صاخب جنب مركز هادي، مركز الموسيقى جنب مركز المكتب. عملت كده خلينا ناخدها خطوه خطوه. انا عملت كده وحضرت له الماتيريال بتاعته او الادوات اللي هيستخدمها، الاول انا كمدرسه اشتغلت على الثيم او الايه؟ الهدف بتاعي او اللي انتم بتسموها اهداف؟ الهدف بتاعي. طيب الهدف بتاعي ده متقسم ل أنشطة قبل الأنشطة لا دخل متقسم بقى لكذا حاجة هعمل ده هنا هحط في السنتر ده مثلا بتتكلموا عن الحيوانات الثيم بتاعتكم عن الحيوانات عن حيوانات المزرعة مثلا فأنا عندي أركان في البيت في المدرسة في الكلاس
هاجي في الركن بتاع الساينس ده او ركن العلوم لو عندكم ركن العلوم مثلا هجيب ممكن اجيب حيوانات صغننه لو اسال الاولاد لو عندهم عايزين يجيبوا ممكن انا لو انا مش قادر اوفر حيوانات او لعب ممكن انا اجيب ورقه او قلم ويرسموا ويلونوا الحيوانات هوريكم برده حاجات للحاجات دي اجي مثلا في ركن الدرس لو عندي مركز الفاليرسي لو انا بتكلم عن انيمالز اديهم صلصان حيوانات او اديهم لهوه حلو بقى ايه لو انا عملت ايه بقى لو انا ربطت عملت حاجه اسمها انتجريشن لو ربطت كل ده بحاجه يعني مثلا لو انا بدي حرف في الانجليزي زي حرف مثلا الاف اخلي النشاط اللي بعدين مرتبط بيه واتكلم عن الانمي صح فهاجي الاف مثلا افكر ايه الحيوانات الفوكس فاجي في الار فيش لا فيش سمك فيش في ركن الفم مش بيسموه ركن الفم مركز الفم اجي مثلا اقوم حاطه له صور فوكس وهو يلون الفقس هو يقص ويلزق الفقس في ورقه تانية اكنها مزرعه او اكنها مش عارفه ايه هكذا يجي مثلا في ركن الانجليزي عندكم ركن اسمه اللغه مركز اللغه هكتب له حرف الاف وهو يلون او هو يعمل كولاج يقص ويلزق او ممكن حرف الاف وهو يجيب البطاقات المرتبطه بحرف الاف يبقى انا هنا كنت ايه فاسيليتيتر فاسيليتيتر يعني وفرت له البيئه المناسبه يسرت له الامور المناسبه علمته ديسيبلين علمته ايه اهم حاجه عشان يروح السنترز في ايه بتعلمه الرولز اللي تحتيها بروسيجرز طيب الاجراءات اللي هي يروح بيها للمركز ده ايوه دي هنتكلم برضه عليها طيب احنا هنا تعالوا نشوف لو انا خليت السنتر بتاعي او الكلاس بتاعي متمركز حول الطالب او الطالب متمركز حول الطالب طيب الولاد هيكتسبوا هي هو او بالنسبه لي انا كمدرسه الموضوع ده فيري تشالنج ليا وللولاد خلاص ليا انا كمدرسه والولاد تحدي للولاد ازاي بيتحدى فكرهم تشالنجينج يبقى هم عايزين اكتر عايزين يشتغلوا يفكروا اكتر وهو مثلا بيكتب حرف بيعمل حرف الاف دي او بيرسم الاف هتلاقيه مثلا وانت وهو بيشتغل تقولي له حضرتك طب قولي له بقى حاجه ثانيه بالاف مثلا تبتدي بف كذا او هكذا يبقى هو يروح مثلا ممكن جدا احنا كمدرسين نقول له انت هتيجي تروح من الفرق ما عندك الفوكس وعندك مثلا ورقه كده هتحط لي الفقس على المزرعه تديله تعليمات تيجي تلاقيه يعمل حاجه تانية كومبليتلي ديفرنت ده تشالنجينج اتس بيعمل حاجه اكتر بيبتكر اكتر اوكي اتس سيف كوبريشن بتعلم الولاد ان هم يبقوا زي سيف كوبريشن ان هم يبقوا متعاونين مع بعض الموضوع ده بيبقى هابي الولاد بيبقى مبسوط وسعيد از لونج از ما احنا كمان مبسوطين وصعنا واحنا بنعمل alright كلمت كتير لا نشتغل شويه طب هنا هنعمل ايه اسمع for CSF و I mean SCF اللي هو student centered learning اللي هو مين student centered learning S يعني student حاول TCF طيب هنا هنعمل ايه هنرقص ونطبق ونسأل لما نركز بقى في الحته دي لما يجي تعليم متمركز حول الطالب هنعمل سناب لما يجي تعليم متمركز حول المدرس فهمنا الحته دي ولا اقولها تاني؟ هقولها تاني معلش هقولها تاني احب اكتب هنعمل هيجي لنا سنتنسز كده زي ما حصل اللي هي اجري وديس اجري زي ما حصل اجري وديس اجري هقراها ونترجمها لو حضرتك مقتنع ان هو او شايف ان ده تعليم متمركز حول الطالب لو تعليم متمركز حول المدرس مثلا لو مش مقتنع خالص ما تعملش اي حاجه ونتناقش بقى في النقطه دي اورايت يلا
هي سوري مش نقط اكشن ووردز كلمات صفات يعني ديسكاسينج مناقشة سايلنت كلاسروم سايلنت ايفالويتنج فيها تقييم بنقيم الولاد وبنعمل اوبزرفنج للولاد ليه معلم وعلى فكره ممكن يبقى للمعلم زي هذا نورمز ممكن يبقى للمعلم برضه اللي هو انا بدخل بدي شيء كده او بقيم من غير ما اعمل اوبزرفيشن كويسه او بيبقى بدي زي ايفالويشن شايفين الاثنين للشخص وللمعلم بالظبط اوكي ديبيتنج يعني مناظره مناظرة يعني مناقشة brainstorming اللي هو التعليم المتعصب العصب الذاتي هي المدرسة الوحيدة اللي مركز المعلومات عن creating يعني مبتكر يبتكر حاجات ده ايه role learning حفظ تحفيز وتقراء لكن التانية بتبقى واسعة لأن الركن فيه كذا حاجة يعني هو رايح ينفذ نشاط ممكن يلاقي حوالي حاجات تانية ومواد تانية وخامات تانية لما بحددش النشاط بتاعه بالخامات دي بس ما الخامات الركن كلها بتبقى موجودة اللي أنا بستخدمها والركن بيبقى موسوعة صح فهي كده صح وشايفها صح برضه كل واحد شايفها بصورة مختلفة أيوة أنا قلت أنا شايف لأن هي كلمة مفتوحة فأنا حسب ما تقبل الكلمة دي وأفهمها وأركز فيها أو حد وجهة نظر حد عنده اي حكم البيئة طيب reflecting يعني ايه reflecting يعني ايه reflect انا بشرح وقش رد فعل الولاد ايه فاهمين مش فاهمين انا اشتغل على نفسي اغير الاستراتيجي بتاعتي شويه وانا بشتغل ولا ما اغيرش الاستراتيجي بتاعتي فال reflecting ده وان رايت انسر اجابه واحده بس اللي صح عادة مين اللي اجابته بس اللي بتبقى صح؟ لا انا بتكلم الكلام ده لو لا ساعات الولاد بتبقى صح بتكلم على قصدي هنا يا جماعه انا هنا قصدي لو هي تيتش ليرنينج سنتر اللي هو التعليم المتمركز حول المدرس دايما المدرس اللي عنده الفكر ده او المايند سيت دي كل تفكيره انا اللي صح بس شايف نفسه انا اللي صح وانت مهما اتكلمت انا سامعك بس في الاخر انا اللي صح زي بالظبط مين يا ساره مين مش انت حكيت لنا على مدرس امبارح على مدرسه اللي هي كانت دايما بتكلمني بس انا اللي صح رايت انا المدير رايت كومبير مقارن حسب
كل طفل
بيشوف عمل زميله وهو نفسه بيتكرر العمل ده عجبه او ما عجبوش. بالظبط كده. أوه. وهو ده اللي احنا قلناه يقارن بيه. طيب اخر حاجه بقى هنا تكست دومينيتد. يعني ايه تكست دوك دومينيتد؟ يعني كتاب معاك كتاب هو الكتاب اللي شغال بيه بس. انا عايزاكم تبصوا على النموذجين دول او الصورتين دول. وهنا الصوره الاولانيه بصوا كده ما تتكلموا واحده واحده، بصوا كده وفكروا ايه اللي شايفينه مختلف. هنا يا جماعه بليز الصوره دي شايفين دي تيتشر سنترد ليرنينج اللي هو تعالوا نتركز على المعلم. تعالوا نركز كده، ادي المعلم اللي هو تيتشر، وهنا نولج معلومات وخبره او التعليم المتمركز حول الطالب.
هتقابلني صعوبات معينه 1 2 3 ايه هي؟ انا شايفه ان دي الصعوبات اللي هتقابلني. الكلام ده صعب سهل جدا يتقال بس صعب ان انا اطبقه علشان 1 2 3 4 فكروا اكتبوا اي حاجه اي حاجه تيجي لك. طب ممكن اقول لك حاجه؟ لحظه واحده، يبقى احنا قلنا الحاجتين دول وايه كمان؟ اتفضل. لا هو انا كده مش عايزه اطبقه، هو انا في ظروف بتعقني عن طريقه مش انا كده بس انا هعمل ثلاث حاجات دي. يا جماعه اعملوا الحاجات دي، يا اما لو انا مش عايزه اطبقه فانا مش هطبقه عشان 1 2 3، يا اما انا عندي صعوبات بتقابلني عشان اطبقه فانا مش هطبقه او مش هقدر اطبقه عشان 1 2 3، يا اما حضرتك ايه المعوضات انا حابه اطبق بس انا عندي حاجات. خلاص كله بقى يبتدي يكتب قدامكم فورم. مع بعض نتفرج عليه. الفيديو ده بيتكلم عن الاكتيفيتيز اللي كانت بيتكلم عن الهيستوري بتاع الكلاس روم ليرنينج سنتر. بدا ازاي يعني؟ اوكي. شفنا دلوقتي بنعمل تعليم ومدرك اصحاب الطالب وازاي ان التعليم ومدرك اصحاب الطالب ده فيه اكتيفيتيز مشاركه وي وي. تعالوا نشوف التاريخ بتاعه، الهيستوري بتاع الموضوع ده، التعليم ابتدى ازاي. اورايت، اتفرجوا على الصور لو الترجمه مش واضحه او لو مفيش ترجمه ممكن نتفرج على الصور وده هيساعدنا اكتر. لحظه واحده بس عشان ادور.
طريقه العقاب بالفيزيكلي بالضرب هي كانوا اياميها شايفين ان دي الحاجه الوحيده بس اللي بتنفع. اسمهم ايه differentiation اللي هي كل واحد بيراعي الفروق الفرديه. انا ممكن في الستودنت سنتر ده اراعي الفروق الفرديه،
جبت اكتيفيتي معين، مش لازم الاكتيفيتي كلنا ناخده في الفصل، يلا ممكن ده ياخد بطريقه معينه وده ياخد بطريقه معينه. زي تعالى مستوى مش سيم فور مش لوز، مفيش حاجه كله كله شخص واحد. انا لو جبت مثلا جاكيت من عندي واديته لكل واحد دقيقه، كله دخلت وقلت لكم انتوا كلكم هتلبسوا ده، لازم يجي هو الجاكيت ده هيفيتي وهيجي على قدك، هيجي على قدك، هيجي على قدك على طول. نفس الكلام بالنسبه الاكتيفيتيز هنا كريت، يعني مبتكر مش تقليدي ستودنت سنترد، مش المعلم اللي هو ده الفرق بين الاثنين. طيب نيجي دلوقتي الكلام ده احنا قلنا ان احنا اول ليرنرز بنتعلم وبنسال وحاجات. يلا نلعب لعبه كده مع بعض، جاهزين؟ احنا اتعلمنا النهارده في السيشن دي ايه هو الستودنت سنتر ليرنينج، ايه هو التعليم مركز على متمركز على الطالب. حضراتكم كتبتوا هنا ورق، كتبتوا اكشن ووردز او كلمات ليها علاقه بالتعليم، اللي ايه الفرق بين ده وبين ده، مظبوط؟ وقلنا هنا التعليم المتمركز حول الطالب نشط فعال فن، مش منعزل ملقن غير جذاب، صح؟ وتعلمنا ميثودز ازاي او طرق ازاي نوصل الكلام ده. احنا هنلعب لعبه دلوقتي، حد عنده اي سؤال خاص باللي احنا عملناه ده النهارده؟ لو اي حد عنده اي سؤال بليز يسال. اتفضلي. بس ممكن نقول ممكن ساعات تبقى حبل القاعه بتاعه ما ساعدنيش ان انا اطبق التعلم المتمركز حول الطفل. لان اعداد الرسوم اعداد الكلهم جنب بعض. حضرتك كتبتي ده في الورق الجواب اللي بتقولي عليه، انا مش عايزه اقول لسه هنجاوب عليه. هنجاوب عليه. طيب جاهزين للعبه؟ الاكتيفيتي ده او النشاط ده بيقول ايه؟ اكتد اوت، يعني مثل مثل. مستعدين نمثل؟ هي تقمص الادوار؟ لا لا، احنا اللي هنمثل. هنمثل اوت، هنمثل ايه بقى؟ هديكوا ورق، كل واحد هيختار ورقه وهيقوم with your group، اوكي؟ كل جروب هيختار ورقه، يعني مثلا سي انا هدي للجروب ده ورقه، خلاص؟ وهيختار منها حاجه، الورقه اللي هتطلع له دي ايوه هتبقى with your group create a short skit and act it out، هنمثل، اوكي؟ اذا كان اللي انا بعمله ده تعليم متمركز حول الطالب ولا تعليم متمركز حول الايه؟ المعلم. ما انتوا مش هتقولوا لحد، يعني انتوا بس ايوه صغيره معايا زي لعبه الافلام المسرحيه. ايوه ايوه بس هنا عروستي هو كلمتين، اوكي؟ فلازم تتاكدوا كويس وتفكروا فيه كويس وتشوفوا الحاجه كويس. هنا فهمنا وهنا فهمنا وهنا فهمنا. دي كمان ومش ايه؟ يعني انا مثلا يعني انا مثلا انا مش عايزه اديكم امثله، لان انا اللي لاحظته لحظه واحده، في حد بيسالني انا مش عايزه اديكم امثله، لان انا اللي لاحظته كل ما بدي امثله انتوا بتاخدوها وبتكتبوها هي هي، انا عايزاكم تبقوا كرييتيف تفكروا، انا مش هدي امثله، انتوا فكروا مع نفسكم. طيب هنا هتختار ورقة واحدة بس. رايت؟ هنا بقى 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 هنا ما تقوليش بليز، ما تقوليش، ما تقولي الجروب معانا بس ما حدش يقول ان احنا هنعمل حاجه. جاهزين؟ نركز ونذاكر كويس كويس وايه؟ عشان تنجح. كذا؟ واحدة وريا
التمشي مع التعليم او حد يوقف هنا بقى واحنا قاعدين كده يلا ما ايش حياتك؟
خرج كان معايا في البيت بيبي سنتين يعني وربيتهم الحمد لله هناك واشتغلت هناك وبعد شغل بره عمل ازاي واشتغلت في رياض الخطوه برضه في الاول لما هم بقى كل ده هو اللي بيشتغل بس ما بنعملش عليه هي ما انا ده الواقع اللي انتوا شفناه ده ما بيعملش لا ما انا هقول لك حاجه ماشي لو ركزتي يعني ماشي وانت بتعدلي السؤال وانت بتعملي الانشطه بتاعتك دخلي فيها ارقام حروف كلمات هيروح الطفل اصلا عارف الكلمه احنا كنا بنوصل الاطفال ما بيفهموش انت تخيلي الطفل المصري ده اذكى طفل اذكى طفل في العالم احنا عندنا مقارنه ما بين ما بين هو سواء تجريبي لا سيبك من الحضانه الاهليه والكلام ده انت اصلا دي اصلا يعني شوفي الحضانه الاهليه طبعا الحجز والتوقيع عارفه صح ولا لا تعالي شوفي الطفل اسمعيني بس شوفي الطفل ده وهو صغير بيحفظ ولا تعالي شوفي الابتدائي بقى هيطلع مش فاهم دليل انت ما بتلاقيش مستوى في ثانويه عامه بيدخل اعدادي وثانوي كده كاره كتابي لكن انت في رياضه الاطفال تعلميه مهارات مش تنمي عنده مهارات تنمي عنده يعني ايه يبقى حابب التعليم حابب ان هو يذاكر حابب ان هو يتعلم تقولي هو الطرق اللي هي بتقولها دي اسمها حبيبه ان هم يتعلموا انت لو ما علمتيش الكلمات والارقام كل المفاهيم اللي انت معلمها لهم دي من خلال لعبه بالنسبه له احلى ولا لا؟ طيب طبعا انا بحب حبيبه عليك لو انت بتوصلها شيء اي حاجه او اي حاجه بس في مدارس طلعت انت مين؟ انت لو التطبيق اللي بعد شغلك ده لو انت كتب الحرف كتب الكلمه اللي انت قلتيها له وورتيها الكلمه اللي قدامك انت لو الكلمه مكتوبه قدامك الكلمه لو مكتوبه قدامك محطوطه في الوسائل اللي احنا بنحطها وجا هو يقلده يعني هو بيشوف الكلمه بيكتبها مره في مره كلمه محصوره وخلاص عارف ان دي كلمه كذا وصوره كذا خلاص سلمت ما فيهاش مشكله بالعكس بتثبته يجي بعد كده لو راح لابوه في البيت احنا خدنا كلمه كذا ده انا ابني بيقرا صح ولا لا؟ اهو قرا من غير ولا تتعبي ولا توصلي له الكلمه يعني الموضوع بيبقى والله جميل جدا بسيط جدا سهل جدا بس انتوا اللي بتاخدوا بقى وعايز اكتر مني ليه كل الانشطه عايزه واقفه سواء انتوا بينكم وبعض كده في المدرسه انت جربتي انا جربت الحاجه دي مع زمايلي شوط جربته مع اولادي كان حلو جدا وعجبني اليوم اللي بعده جربيه انت في مش مع احنا عملنا كده مع الدراسين لغايه
الاطفال يمشوا للاسف الاطفال بيمشوا من هنا للطريقه ده بديل احنا ماشي طب ليه واحده اسمها كده انت يومك مع يومك الساعه 8
تفتكروا ده كان الجروب ده كان بيتكلم على متمركز حول الطفل. ايه هي الحاجات اللي الجروب ده عملها خلاكم تتوقعوا او تعرفوا على طول ان ده متمركز حول الطفل؟ اتفضلي. كانت مرحه، كانت مرحه، حوار ومناقشه، اتكلمت بحب مع الاولاد، اتكلمت بحب. اسمع بليز، سمعت اراء الاطفال وسالتهم انتوا شفتوا ايه وهم الاطفال اللي قالوا افشوا. برافو. اي حاجه هنا سلوى بتقول لك استخدمت استراتيجيه العصر ازاي؟ لحي سلوى يا جماعه. بس طب وزن صح كده، يعني بالظبط عملناها بالمناقشه بتاعتنا، عملناها في 3 دقايق زي ما السلايد بتقول. وزن يا الجروب ده يا شيماء سلوى، ان كمان سلوى اتكلمت ببقها وجسمها وكده. طيب الجروب الثاني اتفضلي. Good morning, Kizzy. Good morning, miss. Hi. Hi.
ثلاث لحد النهارده النهارده يا كيجي هناخد ليتر. ليتر جميل قوي، حروفه الصور بتاعته جميله قوي. ماشي، الليتر ده ليتر ال، حرف الايه يا كيجي؟ ليتر ال. ليتر ايه يا كيجي؟ لا انتوا نايمين خالص، انتوا نايمين، اصحوا معايا. ليتر ايه؟ ال. ال. طيب مين يقدر يقول لي على كلمات بحرف ال؟ ممكن ارسم لك ال على الهوامس. انا عايزه كلمات. طيب احنا معانا ضيف جاي يزورنا النهارده، ممكن نقعد تفصيل عشان نشوف الضيف بتاعنا؟ ها ماشي. الضيف بتاعنا النهارده هو مين يقولي ده ايه؟ لايون. ده ايه يا كيس؟ لايون. اسد. اسد لايون. اسد ايه؟ لايون. اسد لايون. في انا سامع زيطه واللايون هيمشي. انا شفت تاريخ الحيوان مع بابا مش متقدرش. ماشي شاطرة، برافو عليكي. طيب هنلونه بلون ايه؟ اصفر. طيب احنا دلوقتي هننفذ النشاط ده، في مجموعة مننا هتاخد حرف. هو ليه لازم الونه باللون الاصفر؟ ممكن الونه الاحمر. انا مش حابب بالاصفر. لا بس هو لونه كده، احنا هنغير لونه. للاسف بيكون بني كده، بيبقى معفن شويه. اللي انا عندي ولا يا مس؟ اسكت خلاص
اللي عندي اللي عندي يعني افضل اللي بنعمل اللي المفروض ده يتاخد. انا عايز اعرف يعني ده انت كلمت ده بقى في المحمل يا هو بيبقى بيدي اوامر. لا انا ممكن اكون معلم كويس جدا بس انا مش عارف اوصل الماده العلميه للطفل او للطالب حسب المرحله. انت فاهمه ما عنديش الامكانيات سواء في اسلوبي انا كمعلم او في امكانيات المدرسه. يعني مش شرط يكون المعلم وحش. انت فاهمه قصدي؟ يعني هو ممكن يسالني الطالب يسالني انا اجاوب على قد يعني ما انا عارف. ممكن الاجابه بتاعتي انا ما تكونش وصلت للطالب وفهمها كويس. لا تعالي بقى مش شرط ان التعلم هيكون قائم حول المعلم هيكون طريقه يعني وحشه او مش لا هو ممكن توصل يعني انا دخلت مثلا الف ارنب باء بطه تاء انا كده بعلمه برضه ممكن معلومه توصل له بالطريقه مش شرط يكون سلبي طول الوقت او ان هي حاجه مش توصل. بصي انا هفكر على حاجه. انا اهدافي بركز على ثلاث اهداف. التعلم المتمركز حول المعلمه ده بيركز على الجانب المعرفي بس لو انا هتكلم يعني ممكن اخد من الوجداني حاجه بسيطه ومن المهاري حاجه بسيطه تمام وممكن انا برضو مبقاش عارفه اوصل المعلومات كويس واحيانا مهم جدا برضو ان زي ما ياسمين وشمال كانوا بيقولوا يا جماعه ان احنا كمدرسين لازم نبقى عارفين الماده وحافظينها كويس ومتمكنين منها واحنا داخلين زي ما هو برضه وضحوا طبعا الصوره كانت جميله التمثيل واحنا كاتبين ظريف وسكت فكاهي ظريف وضحكنا بس هما صح برضه ممكن جدا يبقى تعليم متمركز حول المعلم والمعلم يكون طيب وابن حلال وكل حاجه بس بيصارم في الكلاس اللي هو ما بيسمحش باسئله او بيسال ويجاوب على السؤال يعني مثلا يقول له ايه مثلا ادي مدرس بيشرح يقول ايه 2 بلس 2 ايكوال 2 زائد 2 ايكوال كام ها ايكوال هو ما يديش الولاد فرصه انها تطبق طبعا ايكوال 4 ايكوال 4 طبعا صح؟ اه صح 4 ده كده في كمان شخصيه كمان تاني للمعلم اللي هو شخصيته تبقى ضعيفه ومش عارف يسيطر على الخروج اللي هو بيتحكم معاه يعني ممكن تلقى الاطفال في العالم يعني الكلاس كله قاعد بيتكلم وعامل زيطه وهو في وادي وهم في وادي خالص هو شخصيته مش عارف يسيطر على الجروب اللي معاه فدي ده بقى بيجي من ايه؟ من الديسيبلين اللي احنا اخدناها قبل كده اللي هو السلوك الايجابي طيب احنا هنا ممكن نسمع بليز انتوا ان شاء الله المحاضره اللي جايه هنتكلم اكتر بقى على هوريكوا اكتيفيتيز احنا جبناها ازاي نشتغل في الكورنرز المراكز بتاعتكم وهنتكلم على كام اكتيفيتي انا جبتهم معايا هنا عشان نشوف الحاجات اللي ممكن اقدر اعملها مش محتاجه اي ريسورسز وهنطبقها فين بالظبط وبرضه هتعملوا حاجات من دي يعني احنا ملاحظين ان انتوا لما بتعملوا حاجات من دي بيبقى في تفاعل اكتر في ان الموضوع بيدايجست والحلو فيه ان مهم ان التزم جدا بالوقت اللي هو كذا عشان نلحق نخلص كذا ستوب علق ونعلق على بعض بطريقه ايجابيه وخلاص اوكي عشان احنا بتاعت المدير دي هنجاوب عليها خليها معاكم لسه